يا صباح الخير عن جديد لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. أما هلا رح نروح لأولى فقراتنا لليوم وهي الفقرة الطبية، لنحكي عن الحالات الجلدية اللي بتصيب نسبة كبيرة من الأشخاص وهو ظهور الثقاليل الجلدية، وطبعا ممكن تسبب الإحراج لكثير من الأشخاص حسب أماكن انتشارها، وهذا الشيء طبعا بيحدث نتيجة إصابة الجلد بعدوى فيروسية. يا رشا أكيد ليلى، اليوم عم نحكي عن حالة مرضية جلدية، خلينا نقول هي حالة حميدة مانا سرطانية، ولكن ببعض الحالات وببعض التطورات ممكن تصل لمرحلة أنه اليوم الشخص يدخل بحالة سرطانية. طيب هذا الشيء خلينا نقول أول بداية أنه نحن نفرق أنه اليوم عم نحكي نحن عن الثقاليل، اليوم موضوعنا بعيدا تماما، اليوم بجوز شائع نحن نخلط بين الثقاليل والتطورات مثل ما نقول بالعامة التالول. اليوم نحن عم نحكي عن حالة مرضية منتشرة كتير بالنسبة عند الأشخاص، بتشبه شيء بشكل التالول، ولكن اليوم إلى حالة معينة، إلى طرق علاج معينة وأساليب، وأهم شيء اليوم طرق الوقاية لأنه هي عم تروح للعدوى. وضيفنا لليوم اللي حيخبرنا أكثر عن هي الحالة هو الدكتور طلعت نضار البيك، وهو أخصائي جلدي. سعد صباحك أستاذ دكتور. سعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحك يا طبعا هي الحالة بتصيب ناس كتير وبيخلطوا بينها وبين التعلول. خلينا نحكي عن التعريف أو المصطلح العلمي للثقاليل والفرق بينها وبين التعلول. تماما. هلا نحن لما بنكون عم نحكي عن الثقاليل فنحن عم نحكي عن إصابة فيروسية هون، اللي هي إصابة بفيروس اسمه فيروس الورم الحليمي البشري. تمام. بيكون في عنا خلل بحاجز البشرة بفوت بيعطيني إصابة. التعلول اللي نحن شائع نحكي عنه هو اسمه العلمي زائدة جلدية. هذا شيء ثاني نهائيا، هذاك بيكون شيء حميد، هو عبارة عن زوائد بالجلد بس مشكلته شكلية. أما الثقاليل اللي نحن عم نحكي عنها لها أنواع كتير، في سبب فيروسي عم يؤدي لحصولها، تتطور بتعطي أمراض إلى أعراض إلى طرق علاج مختلفة، بس نحن في خلط بين المصطلح العلمي والمصطلح العامي بالموضوع. أكيد حكيم، وكثير مثل ما قلنا أنه بيصير خلط بين النوعين. اليوم بنقول ثقاليل، اليوم كرمال ما نخوف الناس يعني أنه إحنا اليوم ممكن نروح لحالة سرطانية، خلينا نحكي اليوم عن الأسباب. ذكرت حضرتك أنه هي دائما عم تكون بعدوى فيروسية، أو إحنا اليوم ممكن نروح لأسباب أخرى. تمام. لا، هي اصابتها عدوى فيروسيه بهذا النمط من الفيروس حصرا. نحن الفيروسات اللي بتصيب الجلد فينا نقسمهم لعائلتين. عائله بتعطيني الاصابات اللي بتسبب الالم واللي بتعمل التقرحات، اللي هي مثل الهربس تبع تقبيله السخونه، مثل الجدري، هي الامور. نوع ثاني لا، بتعطيني تكاثر، بتسبب عندي انا يصير في عندي كتله بالخلايا، اللي هي هذا النوع اللي عم نحكي عنه، اللي بتتظاهر على شكل التقاليل اللي نحن بدنا نحكي عنه. وين بتنتشر دكتور اكثر شيء كونه؟ هلا هي تصنيفات كتيرة حسب الأنواع. في عنا نحن ثقاليل الكل أكيد شايفة، اللي هي الثقاليل الشائعة اللي بتطلع بالإيدين بالأصابع عند أولاد المدارس، حوالي الضفر، بكف إيده، بأخمص القدمين، بالرجلين، هي كتير شائعة وبتتواجد. في عنا شيء اسمه الثقاليل الفتوية المنبسطة، هي بتظهر بالوش، تكون خفيفة كتير طبعا، كمان إلى وضع تاني، إلى علاج تاني. في عنا الأخطر واللي هي نحن دائما بنحب نركز عليها، اللي هي الثقاليل التناسلية، بتظهر بالأعضاء التناسلية عند الجنسين، طبعا بتفضل الإناث أكثر، بتعيش عندهم أكثر، شفاءها عندهم بيكون أصعب. هل هي وجودها دكتور ممكن أنه يرافق أعراض مؤلمة للشخص المصاب فيها، ومين هنون الأشخاص الأكثر عرضة لهذا الشيء؟ تماما. هلأ بالنسبة للثقاليل كلياتها بشكل عام، الثقاليل الشائعة اتفقنا انه هي عن طلاب المدارس، عن الصغار اكثر. الثقاليل التناسلية اعراض ما لها بشكل واضح لانه هي غالبا بتكون الاصابة كاملة، بس لما بتصير بتظهر وبتتنمى، بتصير بتعطي عند النساء لما تكون على المناطق التناسلية مفرزات، رائحة كريهة، هي الامور. الم الثقاليل عادة ما بتسبب الم، الا مثلا ثقاليل اخمص القدم نتيجة الضغط، لما انا واقف على رجلي عم اضغط ممكن تسبب الم، عدا ذلك هي غير عرضية باستثناء الشكل اللي عم تعطيني اياه بس. طيب دكتور، اليوم قبل ما نروح لخطة العلاج وطرق الوقاية، ودائما حضرتك ركزت انه نحن كيف قادرين اليوم نروح للوقاية كرمال كونه هي عدوى، نوهنا انه ممكن تتحول لحالة سرطانية، ايمت ممكن هذه الحالة تروح للخطورة فينا نقول؟ لا، الوحيدة اللي بتتحول عندي لحالة سرطانية هي ثقاليل الأعضاء التناسلية، ما تبقى خلاص هي ما رح تتحول. وثقاليل الأعضاء التناسلية اللي بتتحول لإصابة سرطانية، لما نخوف العالم، هي مو كل يعني
حالات كتير قليلة بس ولكن موجودة تماماً اليوم موجودة طبعاً في تعرض لهي النقطة أكيد ومنشوفها وبدها وقت طويل يعني حتى تتحول فهو موضوع مهمل إصابة شفناها وطولت وضلت كتير وما تعالجت فهي تحولت عند الإناث أكثر هي بسبب سرطان عنق رحم لذلك نحن لما نشوفها دائما موجودة إصابة عند الأنثى أنا لازم دائما أعمل لها مسحة من عنق الرحم عشان أشوف أدرس الموضوع وشوف إذا صار بلش الموضوع عند أو لا عدا ذلك عند الذكور نسبة التحول كتير قليلة وبقية الأنواع ما بتتحول لإصابة طب دكتور خلينا هلا نفوت شوي بمراحل العلاج بمختلف أنحاء الجسم تمام العلاج بيفرق معي حسب المنطقة حسب التوضع حسب العدد وحسب الحالة المناعية للشخص لأنه هاي الفيروسات مثل كل فيروسات الدنيا هي شفاء عفوي بأكثر الأحيان نحن مثل فيروس الجريب شفاء عفوي تماما نفس الشيء طبعا هون بقى في شغلات بتنكس في شغلات بيكون علاجها أصعب ترجع لحالة المريض ثقاليل الوجه هي الثقاليل المنبسطة 75% بتشفى لحالة من الحالات ما في داعي أنا عالجها ومنعالجها بمقشرات خفيفة بحالات بسيطة ثقاليل الشائعة اللي بالأصابع وإلى آخره منميل نحن لعلاج اللي هو الخط الأول عنا العلاج بالتبريد مادة الأزوت السائل منكويه مندمرها ليش؟ لأنه هذا النوع من الفيروسات هو فيروس كتير ذكي يعني هو صح الفيروس أبسط كائن بس هو بيتعامل بذكاء بفوت على الخلية بينقسم معه خلص بفوت مادته الوراثيه بتصير ضمنها فانت ما فيك تسحبيها بدك تدمري الخليه اللي هو موجود ضمنها فهذا التدمير يا بالتبريد الشديد يا بالتسخين الشديد يعني كي بارد او كي نحن كهربائي بنسميه فبنعمل على هذا الموضوع الثقاليل التناسليه للاسف ناكسه كثير علاجها صعب فنصير منشارك خطوط علاجيه كثيره يعني انا بكون عم اعمل علاج بالتبريد او بالتسخين بصير استخدم معه شيء سمين احنا العلاج الكيميائي الموضعي تقريبا اللي هو مواد مستحضرات دوائيه اسمها يعني بتعرف عليها تجاريا الدارا افيوديكس هي اميكيمود بتخلينا هي المستحضرات نقلل انقسام الخليه اللي هو موجود ضمن الفيروس اضافه الى انه انا اكون عم دمر يعني بدي دمر وبنفس الوقت بدي نقص التكاثر مشان احاول قدر الامكان روحها وبترجع بتنكس لانه هي الفيروسات تكون كامنة كتير يعني ممكن تكون موجودة عند الشخص وهو مو ظاهر عليه ولا عرض فأنا أظن أنه نحن وصلنا لمرحلة الشفاء بس هو لسه في فيروس بعد فترة بيرجع تظهر الأعراض تبعه فالعلاج تبعه صعب وطويل وصعب للمريض وصعب ممكن تكون دكتور أشهر شهرين وثلاثة وأربعة ومزعج للمريض وللطبيب يعني أنا لما أكون عم أعمل كي للمريض فالأبخرة اللي تطلع منها إذا أنا استنشقتها ممكن تسبب عندي الثقاليل اللي عنده إياها تصير أنا عندي بالجهاز التنفسي ممكن تسبب سرطانات فمزعجة بس عم نحاول يعني في هلأ علاجات نحن للأسف اللقاح تبعها مو مدرج عنا دول برا صار عندهم هي موجودة بنسبة كبيرة لذلك أني عملوا هذا اللقاح يعني بأحد السنوات كانوا بأمريكا عندهم فوق 70% من الأشخاص اللي بسن النشاط التناسلي كلهم عندهم الإصابة بعد ما نزلوا اللقاح صار يدخل عندهم هن وصار اللقاح دولي نزلت النسبة بشكل كبير نحن اللقاح عندنا ما هو متوفر وغالي كتير فصعب حدا يجيبه كالعادة طيب خلينا نرجع نركز على موضوع المعالجة اليوم خلينا نركز على الحالة الصعبة اللي ذكرتها حضرتك اللي عم تكون عند المرأة أكثر من الرجل اليوم وقت ما نروح للكي أو التبريد كيف اليوم تتعامل مع الحالة يعني شو هي الآلية يعني هل اليوم معرض الشخص للألم شو هو الجهاز اللي بيتم استخدامه ضمن عيادي هل نحن اليوم بحاجة لتخدير عام لتخدير موضعي تمام هلأ نحن العلاج بالتبريد هو عبارة عن مضخات بتعطي غاز الأزوت السائل اكيد فيه الم لانه انا متخيلي انه عم خفض درجه الحراره لدرجات كثير في الم محمول هذا الالم يطاق يعني العلاج بالتسخين اللي هو نحن الكي الكهربائي بنسميه لا هذا مؤلم لا يطاق فهذا بيكون فيه تخدير موضعي بكفي يعني الاليه تبع انه نحن ندمر الخليه خلص اللي صار فيه بقلب الفيروس كلياتها لانه انا ما بحسن اوقف الانقسام تبعه فانا بدي دمرها وبدي حاول اخذ كمان حواليا منطقه يعني اخذ حواف لانه انا بخاف يكون كمان في اصابه كامنه مثل ما قلنا بالمناطق المجاوره مره عن مره مره عن مره لحتى اوصل لمرحله خلص انا مثلا شهرين ثلاثه عم يراجعني المريض في استقرار ما عاد في ظهر شيء جديد بحسن نقول انه هو شفي بحاجه لاكثر من جلسه نحن طبعا جلسه طب دكتور هلا في ناس بتترك
الثقاليل اللي بتتركها اذا ما في الم بتضل، حتى ملاحظ في ناس فوق عيونهم وبيتركوها طبيعي، بس ايمت نحن لازم ننتبه او ايمت بيكون هو عامل خطوره ممكن انه يروح لسرطان؟ 100%. هلا ثقاليل الوجه، ثقاليل اليدين كلياتها هي ما لازم تنترك، لانه هي الافات معديه. يعني نحن ولد في كتير طرق عدوى بيعدوا حالهم بالتلقيح الذاتي، نحن بنسميه، بتكون ولد بايده بتنتقل من ايده لايده الثانيه، بياكل اظافره صارت حوالين الضفر، عدا اخواته بالبيت، عدا اساتذته، عدا امه، وصار حتى في تداخل بين الانواع. يعني نحن كنا الثقلول الشائع اللي نشوفه على الاصابع كنا ما نشوفه على المناطق التناسليه، لهلا صرنا بنشوفه نفسه. شو السبب؟ يعني كثير مهم على فكره، مستغرب الفكره، يعني الناس اليوم وقت بنقول ثقاليل دغري بيروح مخنا لوين؟ كانوا يستخدموا الطب العربي او يربطوها او هيك قصص انه تروح خلص ما فيها. الزائده الجلديه اللي حكينا عنها اللي هي نحن بسموها التالول، ايه كانوا بيربطوها بيقطعوا عنا التربيه الدمويه بايام بتهر، تمام. هلا صارت اكثر خطوره. التواليل اللي نحن عم نحكي عنها، الثقاليل هي بيستخدموها لعلاجات عربيه، بيحطوا لها حليب التين هو مادة كاوية تعطي نتيجة ببعض الأحيان. طرق العلاجية كثيرة، في طرق علاجية عند الأطفال، نحن العلاج بالإيحاء منوهمه للطفل. دكتور كيف نحن نفرق إن هاي الكتلة شامي؟ هلا بيقولوا لك يعني كونه ذكرت ليلى القصص الشائعة، أي شامة بتشوفها بجسم الإنسان بحال، يعني كثير بتقلي هاي الكلمة إنه هاي كتلة سرطانية خرجت طلعت برات الجسم، فاليوم في ناس كثير فيها شاميات، هل معقول هذا الحديث طبياً صحياً؟ هلا الشامات شيء والسرطانات شيء، وفي طرق للتفريق بيناتهم أكيد. في عندنا معايير نحن لما بندرسها حسب اللون للشامة، بشوف اللون تبعها اذا فيها تعدد بالالوان، بشوف الحدود تبعها اذا هي شكل منتظم، يعني هي مثلا شكل دائري عصبي ولا لا هي شكل غريب الى حواف مختلفه، بشوف السطح تبعها اذا السطح تبعها شائز شوي مانه املس، فيه ارتفاعات فيه انخفاضات، هي الامور بتوجهني للسرطانات. بالنسبه للثقاليل واضحه سريريا، يعني اي طبيب بامكانه يكشفها لانه سطحها كثير شائز، يكون عليها هيك مثل نقاط سوداء صغيرة، هي نتيجة أوعية دموية بتكون متوسعة ومتخسرة. فالثقاليل بعيدة عن شكل الشامات، الشامة ملساء سطحها لونها واضح تختلف تماما، الشامة ما بتعدي، انت عندك هدول شاماتك، هدول هن التواليل تبعاتك رح يزيدوا، بتشوفيهم هن عم يكتروا ويزيدوا. دكتور خلينا نحكي بس بما انه لساتنا بمراحل العلاج عن الثقاليل فوق العيون، هدول اللي بيتركون الاشخاص مده طويله ولما بدهم يلجأوا لمراحل العلاج بيخافوا انه قديش في خطوره على العين. 100%. هلا اذا كانت هي ثقلول ناتج عن اصابه فيروسيه فهي ثقاليل الوجه غالبا تشفى لحالها نفسيا اذا تحسنت طبعا مناعه الانسان. طبعا نحن في عندنا نوع علاج اسمه العلاج بالايحاء، بيجي ولد صغير بنقول له مثلا روح زراع 5-6 عدسات، كل ما بتطلع وحده بتروح لك تالوله، نفسيته بتتبرمج على هذا الشيء، بتتحسن مناعته بتطيب. حتى في عندنا مريض كبير بالعمر راح لعند شيخ من طائفه معينه من غير دينه وقال له روح زراع مدري شو، عملوا انطاب، الامر له علاقه بالمناعه. ثقاليل الوجه الشائعه كثير بتتحسن لحالها، في حال كنا بدنا نحن نعالجها استخدم مقشرات خفيفه، علاجات ما تترك ندبات، يعني هي هذا الموضوع. اما اذا كانت التالوله العاميه اللي هي الزائده الجلديه بتنقص، تمام، تخسير كهربائي، شكات تخدير ما بسيطه، ما في اي خطوره على العين، ما في اي، طول ما هي بيد طبيب بيد خبيره، مو مثلا فيها في حلاق بشيلها. صحيح. وكثير مهم اليوم نحن نروح للطبيب المختص بهذا المجال. يعني اليوم عم نذكر بعض النقاط الشائعه، يعني ناس كانت تلجا لبعض الاشخاص، ناس كانت تروح للقطع، في كمان كان في شيء شائع انه بتطلع على السطح ومدري شو بتعد وكذا الى اخره. اليوم نحن عم نحكي علم دكتور، هذا علم تبع تطلع على السطح وبتعد النجوم، هذا علاج بالايحاء. تعد النجوم انا كنت خاف من هي القصه يعني. فهدول القصص ذكرت حضرتك، يعني انه مثل ما ذكرت ليلى انه اليوم احيانا عم يروح القصه للنفسيه. هلا كمان اليوم في حالات امراض سكر، اليوم بسبب ارتفاع السكر صرنا نلاحظ انه فوق العيون صار في كتل. اليوم نحن بعيدين عن محور حلقتنا، او ممكن نحن لا في ربط شيء ثاني نهائيا ما لنا علاقه بهي المواضيع. حتى رابط بين اصابه السكري وبين هذا هو مو رابط. احنا اللي فعليا ممكن يطلع لما بيكون عندنا
التواليل العامية اللي بتطلع بالرقبة الكذا بيكون في عنا مشكلة بمقاومة الأنسولين نتوجه تجاهها لمرض السكر. حبينا نفرق تماما يعني هي الموضوع الثاني تماما عدوى فيروسية نتيجة في عنا مشكلة بحاجز البشرة بالجلد. ما شرط تكون إيدي مجروحة بس ممكن أنا عندي جفاف، عندي تشققات مجهرية أنا ما بشوفها، صافحت شخص، لمست شخص، فات الفيروس لعندي. تلعب دور كمان مناعتي، أنا مناعتي منيحة ما بنعدى، غيري مناعته ضعيفة بينعدى، نفسيته، هاي الأمور كلياتها بتلعب دور. طب دكتور ذكرت من شوي أنه ممكن أي شخص يقطع هاي الثقاليل، طب قديش مدى خطورتها؟ نحن بنعرف أول شيء المتعارف عليه رشا أنه أحياناً إذا منعصر حبة قديش بتتجرسم وبيقول لك الطبيب أنه ممكن تحفر مكانه أو تحفر مكانه، فكيف أنه نحن وقت اللي بدنا نقطع هذا الشيء عند شخص ما هو مختص قديش بده يكون في خطورة ما بدنا نقطع روح على الدكتور تماماً قديش لازم نوعي لأنه ما رح يكون في عقامة بعد، ما رح يعرف الشخص، ما رح يعرف يفرق بيناتهم، هو ممكن هي اللي قطعت تكون ثقلول، تكون زائدة جلدية، تكون سرطان جلد، تكون شامة، هو بالنسبة له كلهم واحد ما في بيناتهم تماما وبيكون قال لهم انتشروا تماما فنحنا بدنا لا منشوف الطبيب وبسيطة يعني الموضوع كتير سهل بس نحنا نتوجه للطبيب وما منفوت بهي المشاكل. طيب حكيم بالوقت المتبقي نحنا اليوم دائما نقول الوقاء خير من العلاج واليوم حضرتك عم تحكي عن حالة ممكن احنا نحس انه هي كتير سلسة انه عادي بتطلع بنحط شوية كريم بنفرك كبشي هدول القصص الشائعة كمان تروح، ولكن اليوم وقت احنا بنقول عم تروح لحالة سرطانية فنحنا قطعنا مراحل، احنا بنعرف انه اليوم السرطان هو مرض صامت يعني لحتى يظهر لليوم هو قطع مراحل. طيب خلينا نروح للوقاية اليوم بنصائح طبية من خلال خبرتك من خلال الحالات اللي مشرف عليها حضرتك اليوم، شو اهم النقاط او العناوين مفروض انت اليوم خلال هاي الحلقة نحنا تنصحنا فيها؟ هلا مبدئيا اهم شيء عندنا هو الحفاظ على علاقات جنسيه سليمه، التعدد العلاقات الجنسيه هو اكثر سبب رئيسي عم يسبب هاي الامور. نحن بيجي شخص بيقول لك فدائما نحن بنعرف هذا عنده تعدد علاقات، المريض بينكر لا والله انا عنده بكثير من الاحيان. فموضوع كمان الخجل من هذا الموضوع، يعني نحن لازم أي آفة بتظهر عندي على منطقة الأعضاء التناسلية عند ذكر أو أنثى مباشرة نزور الطبيب. مو بس عنا، في عندي مرضى بيجوا من بلاد مثلا شرق أوروبا عندهم ياها مشين، بيقول لك يعني بينزل مثلا من روسيا لهون ليتعالج لأنه هنيك بيخجل يفوت على الدكتور لما نفس يعني هنيك نفس الموضوع عندهم يعني بس عندهم هذا المرض إنه ما بيحبوا العالم. فنحن بدنا دائما ما نضل خجلانين، لا روح تعالج لما يكون الموضوع ببدايته. الالتزام بأصول العلاقات الصحيحة، استخدام الوسائل الحماية، هيك بتكون نحن أمورنا قدر الإمكان جيدة. يا ريت نحسن نصير ناخد اللقاح، هذا اللقاح بيعطوه بسن النشاط التناسلي بلشوا 11-12 سنة، هلأ نزلوه للتسع سنين بياخذوه بأمريكا وأوروبا، من التسع سنين ببلشوا فيه ثلاث جرعات بيرجعوا بيعيدوه بعمر 24 أو 29 سنة عم يخفض الإصابة كتير. فنحن اللي عنده قدرة ياخذ لقاح يجيبه وياخده، هو مكلف شوي اللقاح والالتزام، يعني عدا ذلك الأمور كلياتها بتكون مسيطر عليها. كمان التوعية ضرورية حتى لطلاب المدارس أكيد. هلأ يعني ممكن أنه ينتشر بكثرة بين الطلاب، التوعية لازم تكون من الأهل ومن المدارس كمان دكتور، من الصحة المدرسية، من الأهالي، الطلاب كمان لما نشوف نحن ولد عنده هذا الشيء في عيال بتهمل أهله خلص أنه هي بتروح لحالها بتركوها لتصير بقى أنه بشكل كتير كبير، بدنا نفهم ابننا شفته هيك لا تسلم عليه، لا تقرب منه، مو بعد بس أنه لا تعدي حالك، نحكي مع مدير المدرسة يوجهه ويوجه أهله للعلاج، عشان يعني العدوى صعبة وبتنتشر بشكل كبير وهي مؤذية يعني بالشكل مؤذية نفسيا حتى بتصير بعض. أكيد دكتور يعني من خلالك اليوم فرصة هيك ودعوة اليوم بهذا الصباح أنه اليوم كونه نحن بداية العام الجديد اليوم كتير يعني في من الأهالي شكاوي كتير أنه أكثر تكون النظافة بالمدارس، المي تكون متوفرة أكثر، يعني هدول الأطفال يعني قد اليوم الأم والأب حاولوا أنهم يحموا هذا الطفل ولكن بس نطلع برات البيت فهون صارت المشكلة. شكرا دكتور طلعت لحضورك وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها، بقيت نهار حلو لإلك. شكرا لك دكتور للمعلومات اللي قدمتها.